فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حملت ابني على كتفي وله من العمر سنة واحدة، ثم اكتشفت أن في ملابسه رطوبة انتقلت لملابسي، فذهبت للصلاة، فهل أعيد صلاتي مع العلم أني لا أدري هل هذه الرطوبة هي ماء أو بول أعزكم الله؟ إذا كنت لا تدري أنها بول، لا تجزم أنها بول، فلا تعيد الصلاة. أما إذا عرفت أنها بول فتعيد الصلاة، لأنك صليت وأنت في ثياب النجس متنجسة. نعم، إذا تأكدت أنه بول تعيد الصلاة، لأنها صليت في ثياب في ثوب النجس. نعم، مجرد الشك لا يبطل الصلاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.